أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ترحيل عدد من المهاجرين الموريتانيين غير النظاميين تسللوا إلى حدودها عبر جدار المكسيك. وقالت السفارة الأمريكية في العاصمة نواكشوط إن واشنطن نظمت رحلة ترحيل أخرى إلى موريتانيا والسنغال وغينيا وأنغولا، مشيرة إلى أن الرحلة ضمت عددا كبيرا من الموريتانيين الذين يفتقرون إلى تصريح قانوني للإقامة والعمل في الولايات المتحدة. وتعد هذه ثاني رحلة تنظمها الحكومة الأمريكية تضم مرحلين موريتانيين دخلوا إلى أراضيها عبر التسلل من الحدود المكسيكية. وقالت السفارة الأمريكية إن ترحيل الموريتانيين يأتي ردا على زيادة أعداد العابرين منهم إلى حدودها بشكل غير نظامي. ونوهت السفارة في بيان نشرته اليوم الخميس إلى أن الحكومة الأمريكية لا تقدم تعويضات مالية للأشخاص المرحلين أو لحكوماتهم.